صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي وادعوا عسى يا آية أن تشفعي رتل معي صدق البلاغ شهد مساغ في روضه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من جامع الشيخ زايد الكبير رحمة الله عليه. نذكركم ونسعد بتواصلكم واتصالاتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة، وندعوكم أيضا لزيارة موقع شركة أبوظبي للإعلام، ونسعد بتواصلكم لتكونوا من الفائزين في جائزة الحج والعمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا ربي مقسم الأرزاق على عباده، واللي يحمد الله يرزق زيادة، ما خاب من يرفع كفيه للمولى، وكل من صبر ربي بيحقق مراده، كل من صبر ربي بيحقق مراده. يا فتاح يا عليم، نستفتح هذه الحلقة بإذن الله بمتابعة التلاوة في أواخر سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون
ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نستقبل أول الاتصالات، تفضل من معنا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. الله يسعدك يا شيخ، بس أطلب منك طلب تدعي لي بالهداية إن شاء الله قبل القراءة. الله يبارك فيك يا رب ويهدينا وإياكم إلى ما فيه خير لك لدينك ولدنياك يا رب العالمين. بارك الله فيك يا شيخ، الله يبارك فيك. تفضل يا تعرف باسمك بس. أحمد عميرة من الإمارات. أحمد عميرة من الإمارات، تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. ما في همزة. ألف لام را بدون همزة، را ماشي وتمد ست حركات. ألف لام را إن شاء الله. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. مد إن شاء الله شيء. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. انتبه. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فخم الراء. قال الكافرون لساحر مبين. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. بالقسط إن شاء الله. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أظهر النون. لهم شراب من حميم. من حميم إن شاء الله شيخ. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله يفتح عليك يا أحمد، شكرا لاتصالك، الله يحفظك يا رب ويهدينا. السلام ورحمة الله. تفضل يا يوسف. يوسف عليكم. من الإمارات. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أشارك؟ تفضل. كم عمرك؟ عمري 13 سنة. ما شاء الله تبارك الرحمن. تفضل. لو سمحت يا شيخ، ممكن أقرأ من الأجزاء الصغيرة؟ تفضل. كم تحفظ من القرآن؟ جزئين. ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا أقرأ من حفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. مرة ثانية. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. شكرا لاتصالك يا يوسف، الله يحفظك يا رب ويبارك فيك. ناخذ اتصال آخر من معنا. أشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا أشرف. كيف الحال شيخ؟ حياك الله. كل عام وانت بخير. انت بخير وصحة وسلامة. نقرأ من الآية رقم كم إن شاء الله؟ هو الذي جعل الشمس ضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة ورضوا مش ورضوا إن شاء الله.
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. شكرا لاتصالك يا أشرف، الله يفتح عليك يا رب. ناخذ اتصال آخر من معانا. سيف، الو، تفضل يا سيف. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ مشاري؟ حياك الله يا سيف. رمضان كريم. الله يحفظك علينا وعليك يا رب. إن شاء الله. أبدأ يا شيخ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. تفضل يا معاذ. معانا معاذ من الإمارات. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك شيخ مشاري، حياك الله. كل عام وانت طيب ان شاء الله. وانت بخير وصحة وسلامة. الله يسلمك. الآية الكريمة ان شاء الله. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فلما كشفنا عنه ضره مر فلما كشفنا عنه ضره ضره انتبه إلى الراء. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. رقق الراء. إلى ضر مسه. إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. شكرا لاتصالك يا معاذ، الله يفتح. شكرا، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك يا محمد. وياك يا محمد عبد الله من الإمارات. حياك الله يا محمد، تفضل. الله يحييك. يا شيخ، بعد ما خلص أخوي الصغير يبغى يقرأ بعدي. يلا توكل على الله. أي آية؟ 14. ثم جعلناكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا. إيتي بقرآن. إيتي بقرآن غير. مش إيتي لا. إيتي بقرآن. كسر. إيتي بقرآن. كسر على التاء. إيتي بقرآن غير هذا أو بدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء أن أبدله أن أبدله أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي أني أخاف أن إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله يفتح عليك ويبارك فيك. نسمع أخوك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معك علي عبد الله الحوسني من الإمارات. حياك الله يا علي، تفضل. قل لو شاء الله ما تلت عليكم ولا. أنت كم تحفظ من القرآن يا علي؟ جزء عمه شيء متبار. يلا تقرأ شيء مما تحفظ ولا تسمعنا الفاتحة؟ اقرأ الفاتحة. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا مد أكثر، مد أكثر، ست حركات. ولا الضالين. ولا الضالين. الله يفتح عليك، شكرا لك يا علي. ناخذ اتصال آخر. الهيب من الإمارات، تفضل يا الهيب. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بس توطي الصوت عندك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطي التلفزيون عندك لو سمحت. لا نبعدها شوي. لا سكر التلفزيون اللي عندك. زيد شوي. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن ترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله
قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض يعلم. وضح الضمة. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك وشكرا على هذا التلاوة الجميل. شكرا لك أنت وأدعو الله لنا إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. يا يوسف، من أين يتكلم يوسف؟ من الإمارات. من الإمارات يا شيخ. حياك الله يوسف. يا هلا ومرحبا، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شكرا لك يا يوسف على هذه التلاوة الجميلة. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود بعد قليل بإذن الله. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، نستقبل الاتصالات. معنا القاضي من الإمارات، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذنا، كيف حالك؟ حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك. طيب يا مرحبا. الله يسلمك. يا مرحبا، تشرفنا بك. الله يحفظك يا رب. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة قتر ولا ذلة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. الله يفتح عليك يا شيخ القاضي، شكرا لاتصالك. اتصال آخر، محمد معانا من الإمارات، تفضل يا محمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. انتبه إلى الغنن والقلقلة في والأبصار. والأبصار أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم من يبدأ القلقلة. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. انتبه إلى القلقلة. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. يبدأ قل الله يبدأ. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. عبد الله من الإمارات، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. تفضل. أنا من بعدي عمي بيقرأ. تفضل، ما في مشكلة. بقى صدقاف أنا. يلا توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف مدها ست حركات. قاف قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بعيد بعيد. أيوة. قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج. فهم في أمر مريج. أفلم ينظرون إلى السماء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. شكرا لك يا عبد الله. ناخذ عم عبد الله. عمي بيكره. لو سمحت شيخ. يلا توكل على الله. لو سمحت شيخ، عمي بيكره معي. يلا تفضل. عمك وينه؟ الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من أي يا شيخ؟ بس تعرف باسمك؟ يعقوب عبد الله الخشابي من عجمان. حياك الله يا يعقوب. النهاية 35. 35 سورة يونس؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل
قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الله يفتح عليك يا يعقوب شكرا للاتصال ناخذ اتصال آخر صباح من الإمارات بس توطي التلفزيون عندك يا صباح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شلونك يا شيخنا حياك الله يا هلا ومرحبا إن شاء الله خير الله يبارك فيك ويحفظك أم يقولون ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به آية 40 من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون انتبه إلى التاء عليها ضمة أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون الله يفتح عليك يا صباح شكرا لك الله يحفظك الله يبارك فيك شكرا ناخذ اتصال من معانا تاج الدين سامر الدركوش حياك الله يا سلام عليكم وعليكم شيخ مشاري وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك وفيك بارك كم عمرك يا تاج الدين بارك عليك الشهر علينا وعليك يا تاج الدين كم عمرك 8 سنوات الله يبارك فيك كم تحفظ من القرآن 3 أجزاء طيب ستقرأ مما تحفظ ولا تتابع تلاوة في سورة يونس لا مما أحفظ يلا توكل تحريم يلا توكل على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبت بي وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ بي قالت من أنبأك هذا قال نباني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيئات وأبكارا. الله يفتح عليك يا تاج الدين، شكرا لاتصالك، الله يحفظك يا رب. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بارك الله بك يا شيخ. حياك الله. مبارك عليك شهر. علينا وعليك، الله يبارك فيك ويحفظك. ومنهم من ينظر إليك. بقرأ يا شيخ من سورة الكهف. بس لو تتكلم من التليفون وتسكر التلفزيون اللي عندك. إن شاء الله. تفضل اشرح القرآن. إن شاء الله. يلا ابدأ يا شيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. يوسف، من معانا يوسف؟ ألو. تفضل يا يوسف. كيف حالك شيخ؟ حياك الله، يا هلا ومرحبا. لو سمحت على نفس الخط عمي بيقرأ. يلا توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله بك وما تأخر نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله يفتح عليك يا يوسف. وين عمك يا يوسف؟ السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. حالك شيخ؟ يا هلا مرحبا حياك الله. الله يسلمك ويعافيك. بس تعرف باسمك؟ عبد الرحمن عبد الله الخشابي من الإمارات. حياك الله يا عبد الرحمن. ومنهم من ينظر إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من ينظر إليك. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به. الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون. إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. الله يفتح عليك. شكرا لك يا عبد الرحمن على هذه الكلمة الجميلة. ناخذ اتصال آخر ولا السحب؟ آخر اتصال معنا جاسم. السلام عليكم شيخ. سلام ورحمة الله. بارك عليك الشهر إن شاء الله. علينا وعليك الله يحفظك. الله يبارك فيك إن شاء الله. مو نقرأ شيخ. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. انقطع الاتصال. ناخذ اتصال آخر ولا تفضل من معنا؟ تفضل يا حافظ انت على الهواء.
تفضل يا حافظ. ما في أحد معنا. طيب أعزائي المشاهدين، نكتفي بهذه التلاوة اليوم، وجاء وقت السحب على جائزة الحج والعمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. تفضل يا تفضل. عمر عبد الرحمن من الإمارات. عمر عبد الرحمن من الإمارات، مبروك يا عمر على جائزة العمرة، ولا تنسانا من صالح دعائك. أعزائي المشاهدين، جاء وقت نهاية هذا البرنامج. هذه تحية محدثكم أخوكم شاري راشد العفاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي رتل معي. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي رتل معي. رتل معي.